قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إن عملية تفويج الحجاج إلى جبل عرفة ستكون مساء يوم غد الخميس يوم التروية، وذلك للوقوف بهم يوم الجمعة المقبل. وبيّنت الوزارة أن كوادر بعثة الحج الأردنية عملت على إعداد جميع الترتيبات المتعلقة باستضافة الحجاج في مشاعر عرفة ومنى من حيث المبيت والخدمات المختلفة للتيسير أيضا عليهم لأداء فريضة الحج، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به البعثة الإعلامية. إلى الركن الخامس والديار المقدسة وتفويج الحجاج الأردنيين يوم غد إلى عرفة، دعوني رحب عبر الهاتف برئيس البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين السيد جميل البرماوي. سيد جميل، أهلا بك بهذه النشرة، وبداية حدثنا كيف هو حال الحجاج الأردنيين وصحتهم العامة أيضا. أهلا وسهلا أختي الكريمة، حياكم الله. بالنسبة للحجاج الأردنيين في الديار المقدسة، لله الحمد الكل بخير، لا يوجد هناك أي حالة إدخال لأي مستشفى سواء بالمدينة المنورة أو في مكة. قبل قليل كنت أجلس مع رئيس البعثة الطبية وسألته حول هذا الأمر، فأبلغني أنه ولله الحمد لا يوجد أي حالة مرضية الآن داخل المستشفيات، علما أنه يعني كان هناك العديد من المراجعات للبعثة الطبية. تقريبا راجع البعثة الطبية حوالي 2600 حاد وحاجي، لكن كلها كانت عبارة عن يعني مراجعات لقضايا بسيطة. تم إدخال حالتين سابقا للمستشفيات، حالة في المدينة المنورة وخرجت بعد 3 أيام، وحالة في مكة المكرمة. قام معالي وزير الأوقاف في زيارة هذا المريض وخرج يعني بعد يوم من إدخاله للمستشفى. نعم. سيد جميل، إذا ما تحدثنا أكثر، يوم غد سيكون تفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفة، والاستعداد إلى هذا اليوم العظيم قد يحتاج كثير من الإجراءات. إذا حدثنا كيف ستكون عملية التفويج يوم غد، يوم التروية، للوقوف يوم الجمعة في عرفة. نعم أختي الكريمة، يعني نحن كبعثة إعلامية وكشركاء لوزارة الأوقاف في يعني هذه الشعيرة المقدسة، كنا على تماس مباشر مع حجاجنا في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة. حقيقة وزارة الأوقاف تبين أنها يعني تمتلك خطة محكمة للتعامل مع هذا الملف. كان هناك ترتيبات يعني رائعة جدا، وفي استقبال الحجاج وتسكينهم في المدينة المنورة وكذلك في مكة المكرمة. غدا بعد المغرب إن شاء الله ستبدأ عملية تفويج الحجاج إلى صعيد عرفة، وهناك ترتيبات كذلك كما علمت من مدير الحج، هناك ترتيبات في استقبال الحجاج يعني ستؤدي إلى أن يؤدي حجاجنا هذه العبادة بكل يسر وسهولة، سواء على مستوى المخيمات حيث يوجد هناك مخيمات يوجد فيها تكييف ويوجد فيها فرش لاستراحة الحجاج، بالنسبة لخدمات الطعام كذلك متوفرة لكل الحجيج. سيكون هناك مخيمين للحجاج الأردنيين في عرفة يعني قريبات من بعض. البعثة كل كافة البعثات الإدارية والإعلامية والطبية ستكون متواجدة في هذين المخيمين، يعني بمعنى أنه سيكون كافة الحجاج الأردنيين ما فيهم البعثات الأردنية في نفس الموقع، وهذا سيسهل الكثير على الحجاج والاستماع إلى ملاحظاتهم والتلبية يعني أي أمر أو أي طلب لأي حد. نعم.
نعم سيد جميل، يعني هذا العام الحج مختلف الحمد لله، يعني إجراءات ميسرة وفي نعم ظل وجود فيروس كورونا، لكن يعني هناك تيسير بشكل كبير على الحجاج الأردني، مع ذلك الفيروس ما زال موجود في حول العالم حتى في السعودية، الأردن كذلك، والكثير من البلدان. إذ ما تحدثنا أكثر حول الإجراءات من قبل وزارة الصحة السعودية، والإجراءات أيضا من قبل السعودية ككل داخل الديار المقدسة في ظل وجود هذا الفيروس، هل يعني هناك إجراءات معينة لتفويج الحجاج أو أثناء تفويج الحجاج في ظل وجود هذا الفيروس، وطمئن أكثر أيضا على أوضاع الصحية للحجاج الأردنيين فيما يتعلق بأعراض هذا الفيروس أيضا؟ نعم أختي الكريمة، البعثة الإعلامية تقريبا نعم. زارت كل مواقع الحجاج في المدينة وفي مكة نعم. وهي على تماس مباشر مع الحجاج الأردنيين، ونقلنا يعني الواقع في العديد من الأخبار والتقارير الإخبارية بكل أمانة وصدق وموضوعية. ولذلك يعني أستطيع أن أقول لك أن أوضاع الحجاج الصحية بألف خير نعم. لم أسمع يعني عن أي حالة يعني لكورونا. الخطر يعني ربما ما زال يعني قائم في كل العالم، لكن هناك يعني للأمانة السلطات السعودية يعني تقوم بجهد كبير في هذا الموضوع في مختلف النقاط الحدودية وفي المدينة وفي مكة، ولذلك ربما يعني ولله الحمد لم نسمع عن أي حالة مرضية من هذا النوع. كذلك بالنسبة للبعثة الطبية الأردنية على تماس مباشر مع حجيجنا، تقدم لهم الإرشادات في هذا الخصوص، وتقدم كذلك يعني ما يلزم الحجاج لوقايتهم من هذا الفيروس أو من أي مرض آخر. ولذلك هناك يعني أعتقد أنه جهود كبيرة من البعثة الطبية تبذل في هذا الشأن. نعم، إذن رئيس البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين السيد جميل البرماوي، شكرا لك على هذه التفاصيل.